بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم نور الحرفة من قناة على المطبخ. ايه رأيكم بقى في الطعمية الجميلة دي؟ شايفين الطعمية الجميلة الخطيرة اللي قدامنا دي؟ احنا عملنا الطعمية في 5 دقايق. تعالي يلا بينا كده نشوف عملنا ايه. معنا نص كيلو من الفول المدشوش منقوع لمدة 3 ساعات، ومعانا ربطة من الكزبرة، ومعانا كوباية من المية، وبصلاية، و5 فصوص من الثوم. على الكبة بقى بتاعتنا هنقطع البصلاية، وهننزل ب5 فصوص ثوم، وهننزل بربطة الكزبرة، وهنضرب كل ده مع بعضه في الكبة أو في الخلاط. طبعا احنا هنضربهم ومش هنعصرهم، احنا هنضربهم بس. اهو هنضربهم كده في الكبة. بعد كده هننزل بالفول بتاعنا حبات حبات، وكل ما هننزل بحبة هننزل بحبة من كوباية المية اللي معانا. وطبعا ما ننساش المية اللي هتنزل لنا من البصل والخضرة اللي احنا حطيناها اللي هي الكزبرة. او كل ما هننزل بحبة هننزل عليهم بحبة من كوباية المية اللي معانا. يعني نص كيلو هياخد كوباية من المية، هياخد ربطة من كزبرة، هياخد 5 فصوص من الثوم، وبصلاية متوسطة اهو زي ما احنا شايفين. احنا بقى لما بنضرب في الكبه ما بنضربهاش بقى يعني اول حبه بنحطهم بنضربهم للاخر، لا، احنا بنضرب كده ضربتين ثلاثه، بحيث ان انت لما تخلصي تبص تلاقي اللي تحت بقى اتعصرت قوي معاكي واللي فوق لسه زي ما هي. فاحنا عايزين ان هي تبقى ايه، تبقى كلها ناعمه وكلها مضروبه من فوق لتحت، يعني نفس الحكايه في الكبه بتاعتك، تبقى العجينه بتاعتك ناعمه جدا اهو زي ما احنا شايفين. شايفة العجينة شكلها ايه؟ شايفة جمالها؟ ما شاء الله عليها. ادي العجينة بتاعتنا. وهقولك برضو على سر برضو من اسرار الطعمية اللي هو يخليها معاكي هشة وجميلة. احنا الاول هنحط لها التوابل بتاعتها، عبارة عن كزبرة وملح، وهنحط لها شطة بقى حمراء على بابريكا، وطبعا الشطة دي على حسب الرغبة زي ما انت عايزة وزي ما تحبي. حطينا لها ملح، حطينا لها شطة حمراء على بابريكا، او عايزه تحطي شطه حمراء بس، عايزه تحطي بابريكا بس، طبعا دي حاجه بترجع لك. وبعد كده بتمسكيها بقى تقلبيها وتني بقى تخبطي فيها كده عشان تدخلي الهواء في العجينه بتاعتك. تبص تلاقي العجينه بتاعتك بقت هشه وجميله اهي، شايفه جمالها اهو. امسكيها بقى بالمعلقه كده وتني بقى تخبطي فيها بقى من تحت لفوق كده، هتبقى معاكي في منتهى الجمال. ادي العجينه بتاعتنا بتاعت الطعميه خلصت، ما خدتش في ايدينا وقت خالص، تقدري تعمليها في اي وقت. وطبعا هتشيليها في التلاجة بتاعتك في الفريزر وتسحبي منها زي ما انت عايزه، ولو خلصت معاكي ممكن تعمليها في اي وقت لان هي ما خدتش وقت خالص. طبعا انت بتحطي على قد عدد الافراد اسرتك وزي ما انت عايزه الكميه بتحطي في الكيس بتاعك. انا بعد كده بمسكها ابططها كده في الكيس واخرج منها الهواء زي ما انت شايفه، اي عشان ما تاخدش مكان معايا في الفريزر. مفيش لا اسهل ولا ابسط من كده. طيب احنا الناس بقى اللي بتقول نحط كربونات وكده، الكربونات يا جماعه بيخلي الطعميه بتاعتنا تغمق وتبقى تسود مننا. يعني في ناس كتير بتقول الطعمية بتبقى غامقة وكده وبتسود مننا، بتسود عشان انت بتحط لها الكربونات او البيكنج باودر وبتشيليها في الفريزر. لا، احنا بنطلع الكيس واللي احنا بنعمله بس هو اللي احنا بنحط عليه الكربونات او البيكنج باودر عشان تبقى معانا هشة وجميلة. انما اللي احنا بنشيلها في الفريزر دي ما بنحط لهاش اي حاجة اكتر من الملح والكزبرة، وان كان شطة او ان كان بابريكا. معنا هنا الزيت اهو، وتعالي شوفي بقى انا هعملها في المعلقة المعيارية دي بقى، ما شاء الله يعني هتشكلك الطعمية مفيش اسهل من كده. بتجيبي المعلقة وتحطي السمسم الاول، وبعدين تنزلي بمعلقة كده من العجينة وتبططيها كده في المعلقة، ويا دوب بتحطيها كده في المقلية بتاعتك اهي، وبتنزلي بتديك الشكل بقى ايه اللي انت عايزاه اهو زي ما احنا شايفين. اهو
يعني الموضوع كله ما اخدش في ايدينا وقت خالص، واحسن طبعا مليون مره ما تشتريها من بره ولا تشتري عجينه ولا الكلام ده، حاجتك انت عاملاها، انت عارفه انت عاملاها ازاي وعارفه المكونات بتاعتك ايه، وعاملاها طبعا بمزاجك بحاجات كلها انت عارفاها. وطبعا قرص الطعميه النهارده الصغير ده احنا عارفين بقى بكام، فيعني توفير كمان. واديكي شايفه نص كيلو عمل لنا كميه قد ايه، شلناها في التلاجة، وكمان اللي احنا عاملينهم دول. تعالي بقى نشوف الطعميه بتاعتنا طالعه بقى شكلها ايه. شايفه الجمال؟ طالعه في منتهى الروعه، في منتهى الجمال، مفيش لا ابسط ولا اسهل من كده. وبألف هنا وشفا، كل سنة وانتو طيبين.